انا نائب رئيس اتحاد بلعباس موسى. موسى نرحبوا بك الاولى. موسى، اتحاد بلعباس في مواجهه قويه امام اولمبي شلف. بون، بسم الله الرحمن الرحيم. شلف الفريق اليوم كما شفت راه فاز على المباراه تاع وفاق سطيف، فاق 2-1 جو بونس، وراه عندها كما نقولوا عنده الكسمه باش يعاود يولي. مي ان شاء الله حنايا نوعدوا الجماهير تاعنا، نوعدوا العقارب، ونوعدوا باش ان شاء الله نروحوا ونجيبوا نتيجه ان شاء الله مليحه ان شاء الله باذن الله. ما بعد مباراه شلف اتحاد بلعباس في منافسه كاس الجمهوريه امام وفاق عبد الرابه، شو واش تكون على هذه المباراه؟ مباراه تاع الكاس هي ما كانش كيف في الكاس، كيف سهله كاع في الكاس، كاع يجوا واعرين قادرين مع عرابه، خاطش كاين الناس اللي راهم يقولوا صاير راهم دايرين باللي غادي نربحوا عرابه ونروحوا نلعبوا كونتر سي اس سي ولا النمسيه. انا نقول لهم نربحوا ان شاء الله مباراه تاع عرابه، نلعبوا لهذه عرابه ونربحوها ان شاء الله وفيها خير ان شاء الله. ان شاء الله. اعطينا كلمه لانصار اتحاد بلعباس. نقول لهم ما تقلقوش ان شاء الله، رانا نلعبوا، رانا مباراه بمباراه ان شاء الله نروحوا للشلف نديروا نتيجه، ومن بعد نلعبوا مباراه الكاس، ومن بعد ندخلوا الصوره ومباراه بمباراه ان شاء الله، ونطمئنهم باسكو رانا الناس رانا نخدموا، دايرين المجهودات تاعنا. راه كاين رئيس عمرون، راه كاين انا، راه كاين معنا الادمنستراسيون كاع لي جان عمي قدور كاع راهم يخدموا، راهم واقفين وراهم دايرين كاع اللي عليهم بما يخص الطاقم الفني ولي جوار، كاع رانا دايرين المجهود تاعنا وباش نفرحوا هذا الشعب ان شاء الله، ونتمنوا لهم ان شاء الله يفرحوا، نتمنوا لهم الخير ان شاء الله وليكم كاع ان شاء الله. شكرك موسى على العمل الجبار التي تقومه في صفوف اتحاد بلعباس. الله يحفظك. مي هذا ماشي عمل جبار، هذا واجب تاعنا باسكو هذه بلادنا نعاونوها، والحمد لله نعاونوها بدون مقابل باسكو هذه بلادنا، وان شاء الله لينا الشرف حنا كرانا نخدموا في هذا الكلوب تاع لوسامبيير باسكو هذا الشرف قليل اللي يطيح بين يدي هذا الشرف، ورانا عاد صغار الحمد لله هكا دير دي كونتاكت مع الناس تولي تعرف ناس، ورانا عاد صغار ومازال الدنيا طويله ان شاء الله، شويه تبدل الحياه، يدخلوا شويه لي جان يدخلوا، ما يقعدوش غير الكبار شويه لي جان، وان شاء الله ما نخيبوش ظن الجمهور تاعنا. ونشكروا ثاني في هذه المناسبه نشكروا سيد الوالي اللي معاون بزاف واقف معنا الله يعطيه الصحه، باسكو البارح كنت في اوتيل هيلتون في التياج، قعد اللي يجي يسقسيني على الوالي يقول لي عندكم والي ما شاء الله، عندكم والي ما شاء الله. الحمد لله في غير في هذه فرحت، قعدت نقول الحمد لله الناس وراها غايره منا، عندنا والي مليح والناس تشكر فيه بما يخص ناس كيما نقولوا ماشي ناس واصلين في الجزائر، كانوا في الهيلتون قعدوا يجبدوا لي قالوا لي عندكم والي ما شاء الله الله يبارك ومعاونكم. قعدت نقول الحمد لله الناس راهم حزين على هذه النعمه، الله يبعد علينا العين ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله نتمنوا نفرحوا الشعب تاعنا، هذه هي ان شاء الله. موسى، وحنا ايضا نشكر السيد والي ولايه سيدي بلعباس، ونشكر كل من يساعد بكل كبيره وصغيره لنادي فريق اتحاد بلعباس. ان شاء الله.